السلام عليكم أحبتي أصدقائي جميعا، اليوم أتيت لكم في حلقة مهمة جدا إن شاء الله سوف تعجبكم إن شاء الله في النهاية وسوف تهمكم، يعني إذا قمتم بتطبيقها جيدا وتطبيق الذي سوف أقوله لكم سوف تفيدكم فائدة جيدة في حياتكم اليومية، وبالأخص الآن في مشكلتنا الآن بكورونا، فيروس كورونا. فسوف أشرح لكم عن الكفوف الذي تلبسوها في اليد، وسوف أشرح لكم أيضا على المنشص نحن نقول في الألمانية أو الكمامة، يعني سوف أشرح لكم كيف تستطيع أن تستعمل الكفوف مثلا في اليوم، نفس الكف الواحد تستعمله في اليوم يعني مرتين أو ثلاثة، وكيف تستطيع أن تستخدم الكمامة ليس فقط مرة واحدة في اليوم وتكبها في الزبالة، وإنما تستطيع أن تستعملها يعني تقريبا أسبوع أو أسبوعان. طبعا طريقة جدا مهمة ومفيدة، أرجو أن تتابعوا الفيديو إلى النهاية. إذا أنتم جدد الآن داخلين على الفيديو ولم تعرفونني، فأنا مصطفى أخوكم من ألمانيا، ساكن في ألمانيا، أعمل في التمريض. إذن سوف أشرح لكم الآن في المرة الأولى، طبعا سوف أشرح لكم الآن عن الكفوف. طبعا هذه لدينا كفوف عادية اعتيادية جدا طبية أو أي كفوف لديكم، أنا ماخذ حجم الحجم الكبير فما في مشكلة. طبعا نستطيع لبسها هكذا، نسحبها من هنا ونلبسها هكذا، هذا كل شيء. ونأتي إلى الثانية، طبعا إذا كان لديكم معقم من هذا المعقم أو الديتول، إذا كان لديكم متوفر فتستطيعون أن تعقموا يديكم، تنتظروا ثواني بعد ذلك تلبس الكفوف، هذا يكون أفضل. إذن هذه الكفوف الآن لدينا، ماذا نعمل فيها؟ نستخدمها وعندما يعني ينتهي اليوم، يومنا ينتهي، ذهبت إلى التسوق وكل شيء انتهى، فترجع إلى البيت، لا تكبها في الزبالة، تستطيع أن تستخدمها مرة ثانية. إما أن تقوم بتعقيمها، هذا هو التعقيم، ديسانفكسيون يعني التعقيم، تعقيم اليدين والمواد، أو تعقيم الديتول الذي لديكم في الدول العربية، تضع التعقيم هنا، بعد ذلك تعمل هكذا وتعقمت، إذا تشاهدون فهي جديدة الآن متعقمة، فتستطيع إما أن تريد تنفخ هنا وبعد ذلك تخلعها هكذا، حاول أن تخلعها هكذا مع الأصابع أو لنقل هكذا خلعتها ما في مشكلة، بعد ذلك تقوم بعمل هكذا فترجع هكذا، والثانية أيضا. طبعا إذا نريد أن نرجعها كيف نقوم بلبسها؟ طبعا يجب علينا أن ننتظر قليلا لأنه يصبح فيها عرق اليدين، فلا تستطيع أن تلبسها إلا بعد قليل، تنتظر قليلا. يعني الفائدة من الموضوع هو أنك تعقم الكفوف وبعد ذلك تضعها في مكان، وبعد ذلك تستطيع أن تستعملها مرة ومرتين أيضا، لكن حاول في نفس اليوم وليس ثاني يوم أو ثالث يوم، بعد ذلك تكبها في القمامة أو في الزبالة وينتهي كل شيء، هذا لكي يصرف عليكم يعني اقتصاديا. الآن سوف أرجع وألبسها كيف؟ طبعا هي كانت لدي هكذا، فسوف أضع يدي هنا من جديد، أو عفوا هي هكذا، فسوف أضع يدي هكذا، طبعا ما في مشكلة، سوف لن تدخل. ماذا سوف أفعل؟ يعني أنا أعمل هكذا، فنعمل فقط هكذا، فقط هكذا هكذا، وينتهي الأمر. طبعا نحن قمنا بتعقيمها، يعني هي نظيفة الآن معقمة، لذلك أقول لكم عقموها وبعد ذلك البسها هكذا، يعني هي معقمة. الآن انتهينا من الكفوف. في شيء آخر، إذا لا يوجد لديك كفوف ماذا تفعل؟ تستطيع أن تستعمل أشياء ثلاثة نحن نعملها في المستشفى، يعني عندما نعمل في المستشفى كممرضين. أول شيء نقوم بغسل يدينا 20 ثانية مثل ما علمتكم في الفيديو السابق، يعني تغسل يديك هكذا وهكذا كله بالصابون قبل الماء،
وطبعا الأصابع واحد تلو الآخر، بعد ذلك الأظافر في النصف هنا والأظافر الثانية، المعاصم هذه الاثنان تحسبها 20 ثانية، تغسل يديك، تكمل من هذا الأمر. بعد ذلك تأتي إلى الكريم، كريم اليدين، تقوم بعمله في يديك، يعني الدهن، دهن اليدين، الفازلين أو الشيء الآخر. بعد ذلك ننتهي من ذلك الغسل والكريم، بعد ذلك تقوم بتعقيم يديك بالتعقيم وتخرج تعمل وتكمل عملك طبعا مع الكمامة. المهم هذا مهم جدا، وطبعا في هذا الوقت لا تلمس لا عينيك ولا يديك ولا فمك ولا أنفك، عفوا لا فمك ولا أنفك ولا يعني أي فتحة في جسمك لا تلمسها. وبعد ذلك عندما ترجع إلى البيت أيضا تقوم بغسل يديك جيدا، وسوف ينتهي كل شيء، لأنه الغسل اليدين 20 ثانية مفيدة جدا، وهي يعني بعد الاختبارات، اختبارات العلماء والدكاترة قالوا هكذا، لأنه البكتيريا تبقى على الجلد الدهني تبقى كثيرا، فلذلك نحن نقول 20 ثانية إلى أن تنتهي هذه الطبقة الدهنية في الجسم. 20 ثانية بالضبط تنتهي الطبقة الدهنية، يعني الطبقة الأولى من الجسم الذي هي يعني يقف أو يعيش عليها البكتيريا في البداية، بعد ذلك يدخل إلى الجسم، لذلك نقول 20 ثانية. الآن سوف أشرح لكم عن الكمامة، وهو الشيء المهم جدا بالنسبة لي، وهو موضوع الحلقة الذي سوف أكتبه لكم أنا. طبعا لدي هنا كمامة عادية مثل ما ترون، الذي هي موجودة في الدول العربية على ما أعتقد وفي كل العالم، الكمامة العادية. هذه الكمامة العادية إذا استخدمتها كل يوم فلا ينفع ذلك، لأنه مثل ما نقول طبعا تلبسها من هذه الجهة، هذه الجهة الزرقاء تبقى للخارج، وهنا سوف تبقى البكتيريا. ويقول لك بعض الأشخاص، يقول لك عندما ترجع إلى البيت قم بغسلها، صحيح، لكن إذا غسلتها سوف تنفتح وتخرب، يعني لأنها هي فيها مسامات صغيرة وفتحات صغيرة يعني وقطنية لا تستطيع أن تغسلها. لذلك أنا استنتجت لكم أو صنعت أو يعني ماذا تريدون أن تقولوا، تستطيعون أن تقولون، صنعت لكم واحدة ثانية، وهي يعني سوف تقوم بحمايتكم وحماية الكمامة الخاصة بكم، وتستطيعون أن تستخدمون هذه الكمامة أسبوعان أو أكثر. والثانية سوف أخبركم الآن بها، الثانية هي عبارة عن كمامة من قماش عادي جدا، قماش مثل هذا القماش اللي أنا لابسه الآن، أو أي قماش أبيض لكي لا يروها الناس وتخجل من الناس، أو يعني عندما يرونك فتقوم تكون قد تخجل أو إلى ما ذلك، لأنه يعني تقول إنها قماش فهي لا تبين لأنها بيضاء. وتأتي بهذه الاعتيادية، تأخذ قطعة القماش هنا وتقوم بقصها مثل هذه الاعتيادية، عندما ترون فلا يوجد أي فرق، الكبر نفس الكبر والحجم. قمت بأخذ هذا السيم أو لا أعرف ما اسمه، هذا هنا الفوق، ووضعته هنا كما ترون، وقمت بتخييطه من هنا إلى هنا طبقة ومن هنا كلها، واللاستيك أو الخيوط في هذيك القديمة أخذتها إلى هنا، وهذا كل شيء، وأصبحت الآن كمامة. طبعا كما ترون بالكاميرا، في الكاميرا هي كمامة عادية وفيها هذه العقدات هنا وكل شيء. ما فائدة هذه الكمامة؟ فائدتها مثل ما قلت لكم إنه تستعمل هذه الكمامة أكثر يعني ما تستطيع، يعني أكبر مدة، وهي مثلا أسبوعان أو أكثر، فتلبس هذه الكمامة الاعتيادية الموجودة في الأسواق. طبعا عفوا سوف أخلع النظارة لأنه لكي أريكم ذلك جيدا. بعد ذلك هذا السيم الذي هنا تعمله هكذا، أصبحت كل شيء تمام. بعد ذلك تقوم بلبس الكمامة التي لديك، التي هي من صنعنا نحن، الذي صنعناها سويا إن شاء الله. أنا متأكد أنكم عندما ترون هذا الفيديو سوف تصنعونها مثلي. إذن كما ترون هنا لا يبين أي شيء، يعني هذه تقدر أن تستطيع أن تدخلها إلى الداخل فلن يبين أي شيء، فهي كمامة عادية. هذه الكمامة سوف تحميك من البكتيريا، يعني إنها قماش. والشيء الآخر هنا عندك في الداخل فلتر، الذي هي الكمامة الثانية، وهذا شيء جدا مفيد وقوي. والشيء الأهم من ذلك أنك عندما تدخل إلى المنزل سوف تضع هذه في الخارج، يعني في الحديقة مثلا، وبعد ذلك
سوف تقوم بغسلها مثلا بالماء الحار وتضعها عند الشمس لكي عند أشعة الشمس يعني لكي تتعقم جيدا، وهذه تضعها في المنزل في الداخل، تستطيع أن تستعملها ثاني يوم أيضا هنا وبعد ذلك. هذه الفائدة، أنك تستطيع أن تغسل هذه الثانية القماش، تغسلها غسلا وتعقمها وكل شيء، أما هذه لا تستطيع. إذن الفائدة، تستطيع أن تستخدم هذه أسبوع أسبوعان أكثر، وهذه تستطيع أن تستخدمها كل يوم، تغسلها في الماء الحار، تستطيع أن تكويها في المكواة أو عند الشمس أشعة الشمس، ويعني هذه فكرة جيدة جدا على ما أعتقد. إن شاء الله قد أفدتكم في هذا الفيديو، يعني عند الكمامة والكفوف. سوف أشرح لكم الآن شيء آخر وهو مهم جدا، وأتمنى منكم أن لا تقولوا لي حرام وحلال وهذه الأشياء. طبعا مثل ما تعلمون المشروبات الكحولية هي حرام في الإسلام عندنا، يعني نحن المسلمين، والغير المسلمين ما في مشكلة، يعني لا علاقة لي بذلك. لكن الذي أريد أن أخبركم به هو يعني إذا لم تجدوا هذا التعقيم في الأسواق ماذا تعملون؟ إذا لم تجدوا هذا التعقيم في الأسواق ماذا تعملون؟ فسوف أخبركم بذلك إن شاء الله في الحلقة اللاحقة. إن شاء الله سوف أخبركم إذا لا يوجد لديكم مثل هذا التعقيم ماذا تعملون لكي تجدوا تعقيما آخر ويفيدكم لكي تعقموا فيه يديكم أو الأشياء في البيت أو أي شيء. إذن تحياتي لكم، كان معكم أخوكم مصطفى ومن ألمانيا، وأنا ممرض في ألمانيا. وإن شاء الله إذا كانت لديكم أي أسئلة تستطيعون أن تكتبوها في التعليقات، وأنا في خدمتكم إن شاء الله. مع السلامة، تحياتي.